خبر حلو هختم بيه حلقتي، وهو القاضي الجميل فرانك كابريو. فرانك كابريو 87 سنة، وكنت جبت لحضراتكم من فترة الفيديو بتاعه وهو بيشتكي انه مريض سرطان في البنكرياس. بعد 7 شهور بس من التشخيص والإصابة تم شفائه، وأعلن انه شفي من المرض تماما. القاضي هو بيلقب بألطف قاضي في العالم، وانه طلع خبر انه انتصر على مرض السرطان. بتمنى من قلبي الانتصار ده لكل حد مريض بالمرض ده. انا جايبه الخبر ده وحبيت ان انا اقوله لحضراتكم عشان افرحكم بيه، وندي امل لكل حد حاسس ان المرض ده نهايه العالم. لا، ده مش نهايه العالم، لا، ده ممكن تكون بداية لحاجة جديدة. هو بيقول انه بيستعد الان لقضاء الوقت المتبقي له في حياته. راجل 87 سنة، ربنا يديله العمر والصحة. هيقضي في حياته في سعادة والاستمرار في اسعاد ومساعدة الاخرين. السيد كابريو خدم ما يقرب من 40 سنة على كرسي القضاء. الف 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 مبروك. ومش هو وبس، كمان كيت ميدلتون، هي كمان بتتعافى من الكانسر واستجابت للعلاج. بنشكر ربنا على الاستجابة دي، وهي طلعت وطمنت الناس عليها. أحبائي، بنصلي من أجل كل حد مريض بالمرض ده، وبنبين قوي إيد ربنا وعمله. يسوع معاكم ويشفيكم يا رب يا رب، وما فيش حاجة بعيدة أبدا أبدا على ربنا. أمين، أمين. ربنا يشفي الكل. أمين.